group guys our lesson about ions. أول إشي أنا لازم أعرف شو يعني ions. أوكي okay? ion هو الأتوم or group of combined atom. يعني أنا عندي كذا أتوم أوكي okay? أكثر من أتوم مع بعض بصير هذا اسمه ions وبده يكون عنده تشارج. شو يعني تشارج؟ هذا الأيون classified according to يعني إما بينقسم بسبب التشارج أو النمبر أوف أتوم عدد الأتومات. أوكي التشارج هي إما أنا عندي كاتايون أور أنايون. شو يعني كاتايون؟ يعني هي بوزيتيف تشارج. أوكي بوزيتيف تشارج. أما الأنايون هي نيجاتيف تشارج يعني ماينس. أوكي هلا النمبر أوف أتوم إما حيكون مونو أتوميك يعني واحد أتوم واحد وعنده تشارج 1 أتوم مثل إكزامبل الأتش بلس أور بي آر ماينس. طبعا الأتش اللي هي هيدروجين أيون برومايد أيون. أوكي البولي أتوميك اللي هي أكثر من أتوم يعني 2 أور مور يعني 2 أو أكثر من أتوم بنسميها بولي أتوميك. إذا واحد مونو أتوميك إكزامبل أن أتش 3 بلس بنلاحظ انه عنده نيتروجين عنده هيدروجين 2 وعنده تشارج SO4 2 ماينس كمان هاي عندنا هون هاي بنسميها انايون لان عندها ماينس هاي بنسميها كاتايون لانه عندها بلس. اوكي هلا حنحل اكسرسايز سوا لحتى نقسم هذا الايونز هو بينقسم ل number of atom and charge. بدنا نقسم مونو اتوميك او بولي اتوميك كاتايون او انايون. اوكي هلا حنشوف كي بلس. كي بلس اول شغله اذا هي 1 اتوم يعني هي مونو اتوميك وشو هي عند بلس يعني شو كاتايون. اوكي سي ال ماينس. سي ال ماينس كمان هي شو واحد اتوم واحد يعني مونو اتوميك ماينس يعني انايون. اوكي او اتش ماينس هي اثنين فيها اكسجين فيها هيدروجين يعني صارت بولي اتوميك ماينس يعني كاتايون اور انايون انايون. اوكي هلا اتش 3 او بلس اكثر من واحد يعني شو بدها تكون بولي اتوميك بلس كاتايون. اوكي سي او 3 2 ماينس عندنا كربون اند اكسجين يعني بولي اتوميك وعندها A بلس 1 أتوم يعني شو مونو أتوميك لأنه إحنا قلنا 1 أتوم بتكون مونو أتوميك and كاتايون. S2 ماينس كمان 1 بس شو هي نيجاتيف يعني أنايون. أوكي PO4 3 ماينس في عندنا فوسفورس في عندنا أكسجين يعني صار 2 or more. أوكي يعني بولي أتوميك أنايون. HCO3 كمان نفس الشيء أنايون. CA2 plus 1 أتوم and كاتايون. أوكي واضح guys. أوكي thank you.